السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في 26 من مارس عام 2015 أعلن التحالف العربي تدخله في اليمن من أجل دعم استعادة الشرعية المنقلب عليها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. 3 سنوات مرت على انطلاق عاصفة الحزم، أعلن وقتها عدة أهداف لهذا التحالف، كان أهمها دعم الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المسلح. مرت 3 سنوات وما زالت الحكومة الشرعية التي يفترض تواجدها في المناطق المحررة لمزاولة مهامها قابعة في الرياض، وما زال الانقلاب قائما بل ويزداد قوة يوما بعد آخر. في حلقتنا لهذا الأسبوع نناقش بعض المحاور المتعلقة بمضي 3 أعوام على عاصفة الحزم. ماذا قدم التحالف على صعيد استعادة الشرعية في اليمن؟ وما الذي أنجزه وما لم ينجز حتى الآن؟ وهل نجح هذا التحالف في إنهاء الانقلاب على الدولة والقضاء على الميليشيات؟ وأين يكمن الخلل في عدم حسم المعركة عسكريا أو سياسيا حتى الآن؟ ولماذا لم تعد الحكومة الشرعية لمزاولة مهامها من الأراضي المحررة؟ وهل ما زال خيار الحل العسكري لإنهاء الانقلاب في اليمن قائما؟ أم أن هناك بوادر حل سياسي قادم؟ ولماذا غير أغلب اليمنيين لهجتهم تجاه التحالف العربي مؤخرا؟ كل هذا سنناقشه في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في حلقة الليلة نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد. انقلبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية في اليمن. قال الإيرانيون حينها إن العاصمة العربية الرابعة سقطت بأيديهم، وما قال العرب شيئا إلى أن استنجد الرئيس الذي ضاق به بلده بأشقائه العرب، فقامت السعودية ومعها دول أخرى بعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن. قيل في معرض الأقاويل حينها إن السعودية أخيرا أدركت الخطر الخارجي الذي يهدد الوجود العربي، بل أصبحت تتزعم حلفا جديدا للدفاع عن الأمن القومي العربي. استبشر الناس خيرا ومنحوها صك الغفران عن عقود ولت كانت فيها حجر العثرة أمام تبلور أي مشروع عربي موحد، وبدأ أن الوقوف إلى جانب اليمن واستعادة شرعيته سيمثل نقطة التقاء العرب بعد أن تفرقوا لردح من الزمن. وبعد 3 سنين عجاف من الحرب والدمار بدت الأمور مغايرة تماما، وتبين أن كل ما قيل لم يعدو عن كونه كلاما مفرغ المضامين، وأن الطبع غلب التطبع، فلا السعودية وحلفاؤها أسلموا اليمنيين مزيدا من الدمار والقتل، ولا هم الذين أعادوا السلطة الشرعية اليمنية إلى مكانها الطبيعي في ممارسة الحكم، بل ذهبت الرياض ومعها أبو ظبي إلى ممارسة الوصاية على اليمن وأدخلوه في مزيد من التشظي والحروب الصغيرة، وأبقوا على الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بعد سلب حقه في اتخاذ القرار إلا بموافقة الشقيقتين، حد تعبير أحد الوزراء المستقيلين حديثا. صمتت الشرعية كثيرا، حاولت ابتلاع لؤم الأشقاء على مضض أو ابتلعته في أحائن كثيرة، لكن يبدو أن الكيل طفح لدى البعض. ليست هناك جدية، فخرج وزير الخدمة المدنية نائب رئيس الوزراء ومن بعده وزير الدولة باستقالة علنية، ولا يستبعد أن يتبعهم آخرون. كلا المستقيلين اتفق في معرض الأسباب على ممارسة التحالف للوصاية على الشرعية وسلطة الرئيس هادي بعد أن تحولت العلاقة بينهما إلى تابع ومتبوع، وتبدلت أهداف التحالف من إعادة الشرعية إلى البحث عن مصالح خاصة بالدولتين وخلق كيانات موازية للشرعية في المناطق المحررة، بالإضافة إلى عدم الجدية في تحرير البلاد من سيطرة الميليشيا. وبالاعتماد على كل ما ذكر آنفا، يبدو بأن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات هزم نفسه في اليمن وخيب آمال الكثيرين بصحوة عربية. إذن مشاهدينا نبدأ في استقبال اتصالاتكم. معنا أول اتصال من السعودية، أبو رامي الباشا. أبو رامي مرحبا بك. أبو رامي هل تسمعني؟
إذن اتصال آخر أبو رامي، يبدو أنه فقد الاتصال. هشام الأبار أيضا من السعودية. هشام مرحبا بك. هشام هل تسمعني؟ ألو. نعم هشام مرحبا بك. يعني نتحدث اليوم حول يعني مرور 3 أعوام على يعني مشاركة التحالف اليمني في استعادة الشرعية في اليمن. يعني بداية، ما تقييمك لأداء التحالف العربي في اليمن خلال 3 الأعوام المنصرمة؟ يعني هل استطاع تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ البداية؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل هشام. معك زايد السوادي. زايد؟ نعم. نعم، تفضل زايد، تفضل. أولا يا سيدي الكريم، نشكر قناة بلقيس على تحت الفرصة للمشاركة الجماهير اليمنية في الإعداء برأيهم في موضوع دولتهم و الجمهورية اليمنية بشكل عام. نعم. يا سيدي الكريم، أولا الشرعية هي مؤسسات وليست شخص. نعم. ألو. نعم تفضل، تفضل. الشرعية اليمنية أولا هي مؤسسات وليست أشخاص. فمجرد ما يعني يتم ال ألو. نعم تفضل، الهواء معك، تفضل أخي زايد، تفضل نسمعك. نعم، إضافة إلى ذلك، أهداف التحالف اختلفت تدريجيا إلى أن أصبح التحالف يريد بسط نفوذه للتحكم بالاقتصاد اليمني وتهميش حضارته وتاريخه. لو كان الأمر كما صرح جباري بأن يكون دولة، لو كان الأمر كما صرح جباري بأن تكون الدولة اليمنية مجرد تابع لخضعوا لهيمنة الحوثي. طيب يعني بالمختصر يعني سيد زايد، يعني هل نجح في الأهداف أم فشل؟ يا سيدي الكريم، كل الأهداف التي جاءت من أجلها عاصفة الحزم، نعم، لم يتحقق منها هدف واحد. طيب ما السبب؟ السبب يعني انت لو لاحظت الى مقابله جباري، نعم، في مقابله جباري لخصت منها ان الاسباب هي يعني التحالف لا يريد دوله مستقله لليمنيين. نعم، ولكن هناك تصريحات اكثر من مره من الشرعيه ومن ايضا التحالف نفسه، يعني ان هناك يعني مناطق محرره في الاراضي اليمنيه او ما تم تحريره يشكل نسبه 80% من الارض. الا يعد هذا نجاح؟ يا سيدي الكريم، هذا السؤال هو ان يعني الشرعيه هي ليست المشكله، الشرعيه هي في الميدان، ليست عبد الرباه منصور هادي. هذا اولا يجب ان يعرف التحالف ويعرف الجميع ان الشرعيه ليست عبد الرباه منصور هادي فقط. الشرعيه موجوده في الميدان، لكن السؤال هنا الذي يبحث عنه اليمنيين، ما هي اسباب المشكله او الخلاف بين التحالف وبين الشرعيه اليمنيه؟ هناك أسباب، يعني لو لخصت يعني جباري قالها بصراحة أن فيه هناك أسباب خلاف يعني بين التحالف والشرعية، يعني في معنى كلمته هو قال عند نريد أن نصحح علاقتنا بالتحالف، معناته أن هناك خلاف بين التحالف والشرعية. هذه نقطة. النقطة الثانية يا سيدي، الشرعية لو أرادت أن تكون في اليمن، يعني سواء الرئيس كان محجوز او غير محجوز، لو ارادت الشرعيه ان تكون متواجده في اليمن بكل سيادتها بما فيهم عبد الرباه منصور هادي، لا كان في مارب محرره. لماذا لا تعود الشرعيه برايك؟ لان هناك يعني جباري قالها بصراحه بكل شفافيه ان الرئيس يعني لا يستطيع العوده الى اليمن سواء كان محجوز او غير محجوز، فهو يعني الخلاصة لا يستطيع العودة إلى اليمن.
نعم. فهناك نفوذ، هناك نفوذ اقليمي، هناك نفوذ اقليمي يمنع الشرعيه، يمنع الشرعيه، يعني نفوذ التحالف يمنع الشرعيه ان تعود الى اليمن التي اصلا جاء من اجل ان تعود الى اليمن. نعم. ان تعود الشرعيه الى بسط نفوذها في المساحات المحرره من الجمهوريه اليمنيه. وضحت فكرتك، اشكرك جزيلا اخي زايد، كنت معنا من اتصال من السعوديه. نستقبل اتصال اخر من مأرب، ابو نشوان مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أبو نشوان. يعني اليوم حلقتنا تتحدث حول يعني أهداف التحالف بعد 3 سنوات، يعني ما تقييمك لأداء التحالف؟ هل بالفعل أنجز الأهداف التي أعلن عنها منذ بداية المعركة؟ 3 سنوات من الفشل في إدارة المعركة، 3 سنوات من التخبط في إدارة المعركة في اليمن، الأهداف المعلنة في اليمن في وادي، والأداء التحالف في وادي آخر، أداء التحالف ضعيف جدا. التحالف لا يتعامل مع الجمهورية اليمنية ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة في التعامل في الميدان، والرئيس الشرعي اليمنيين، يجب أن يتعامل التحالف تعامل رأس الهرم مع القيادة العليا. التحالف يتعامل مع الشعب اليمني كعصابات او كمرتزقه، وهذا كان من اخطاء التحالف. التحالف يعلم جيدا انه اذا فشل اليمنيين في بناء دوله قويه ودوله مستقره ومستقله، سيكون نعم تفضل. نعم، سيكون نعم ابو نشوان تفضل نسمعك. ممكن يكون الفشل للتحالف، لان التحالف قام من اجل الشرعيه اليمنيه ومن اجل الانقلاب، وكان الهدف الرئيسي هو تامين الحدود السعوديه. نعم. لكن اذا فشل التحالف في اعاده الشرعيه الى اليمن، ستبقى الحدود مع المملكه غير مؤمنه، وستتقسم اليمن وتتجزا اكثر من كيان، وستصبح المملكه في مرمى. نعم، لكن أبو نشوان، يعني هنا نقطة، يعني من الملاحظ أن لهجة الشارع اليمني تجاه التحالف في فترة سابقة تغيرت اليوم عما كانت عليها، ما الأسباب؟ والله واضح، أول شيء حتى المناطق المحررة لا في التزام لا من التحالف ولا، يعني التحالف لا يستطيع إدارة أي شيء، حتى لو كنا نقول إدارة التحالف في المواد الإغاثية إدارة فاشلة بنسبة يعني ولا تمثل 1%. يعني المفروض أن المناطق المحررة التي تتعرض تكون مناطق إيجابية، ومناطق تحفز اليمنيين، تحفز الشارع اليمني على أن التحالف لديه نية حقيقية في مساعدة الشعب اليمني. طيب، يعني أنت يعني كل ما تتحدث عنه بشأن التحالف أنه يعني عبارة عن فشل في فشل، لكن ما هو حاصل على الأرض؟ يعني هناك 80% من الأراضي اليمنية حررت كما يؤكد التحالف العربي وتؤكد الحكومة الشرعية، ألا يعتبر هذا نجاح؟ لا، ليس نجاح، لا يقاس النجاح بالسيطرة على 80% من الأرض، لكن يقاس النجاح على حالة الشعب اليمني. هل الشعب اليمني راضي عن هذا النجاح؟ هل الشعب اليمني يعيش في حالة مستقرة في المناطق المحررة؟ هل اليمن يتنقل حتى في المناطق المحررة يتنقل بأمان؟ هل هناك الحكومة متواجدة والخدمات؟ هل تعاد ولا جزء بسيط من الكهرباء من المياه من ولا شيء؟ نعم. طيب، يعني لو أتينا يعني نتناقش حول أبرز نقاط الفشل التي يعني تحسب على التحالف برأيك، يعني ما هي أبرز نقاط الفشل؟ أبرز نقاط الفشل بالنسبة للتحالف هي أنه يتعامل مع اليمنيين ليس كمنظومة واحدة ممثلة بالشرعية الدستورية، يتعامل مع اليمنيين مثلا كقيادات أو كم، يعني يتعامل مباشرة مع قادة الألوية أو قادة المناطق أو المشايخ والقبائل، وهذا أكبر غلط بالنسبة للتحالف. على التحالف إذا كان جاد في مساعدة الشعب اليمني، فالشعب اليمني ممثل رسمي، هي القيادة العليا ممثلة
بفخامة المشير عبد الله منصور هادي. نعم. لكن التحالف إذا ظل يتخبط ويتعامل مع الشعب اليمني كقيادات كعلوية أو حتى التجنيد، طريقة التجنيد طريقة خاطئة جدا. يجب أن لا يتعامل التحالف أن يجند على الأرض. هناك جهة هي رئاسة هذا الأركان هي التي تجب أن تجند الشعب اليمني. نعم، إذن وضحت فكرتك، أشكرك أبو نشوان. كنت معنا من مأرب. متصل آخر من تعز، عبدو محمد نعمان، مرحبا بك سيد عبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك سيد عبدو. يعني ما تقييمك لأداء التحالف العربي في اليمن خلال 3 أعوام؟ يعني هل استطاع تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ البداية؟ والله كما هو الوضع خطر، لأن التحالف جاء من أجل إعادة الشرعية وإعادة مسألة الدولة، لكن ما نشوفه هو انحراف بوصلة أهداف وغايات التحالف من قبل. هذا بينما بعض أطراف التحالف العربي، ما هي أبرز نقاط الانحراف التي يعني حدث ذكرتها؟ هو لم يأتي، هو جاء من الإدارة الشرعية، وأصبحت الآن اليمن مهددة بالتشرذم إذا كنت هناك، وهذا نحدث في المطر المحررة بتحكيم نهائي ميليشيات تتبع بعض الجماعات وجماعة التحالف مدعومة بكل ما يلزم ماديا، مدعومة عسكريا مقابل تقليص وفي بعض الأوقات المانع الدعم عن المؤسسة الحكومية الأمنية الدولة. كذلك تأثير التحالف تجاه اليمن، حيث أن اليمن يعتبر تحت الوصاية تحت من الشارع. نعم. ويفترض أن تقوم دول التحالف بجانب الأخلاق والإنسانية، لكن يتخلف عن هذه الأشياء. ما يلزم منها من توفير خدمات، توفير المرتبات، نحن الموظفين ولا سنة دراتي. نعم. دراتي سنة. فلن حتى لا إضافة تأتي ولا تأتي من مرتبات ولا جانب أمني ولا جانب هذه الأشياء. كذلك من الأشياءات عرقلة في أحمال الحكومة واضح يكفي ما يقول الوزراء عنا وعدم إنشاء الحكومة في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة حتى تكون الموجب يختفى بها في المناطق التي لم تحرر حتى الآن. هذا ما هو الحاصل في الوطن المحرر؟ في عملية إضعاف للحكومة، عملية تقليص، عملية يعني تشجيع بعض الجماعات المسلحة ودعمها بكل ما يلزم لإضعاف الحكومة وجانب الأمنية. نعم، طيب إذا كان كل ما ذكرته يعني يدركه المواطن، فما بالك بالحكومة الشرعية؟ يعني هنا نتساءل أيضا، يعني لماذا لا تعود الحكومة الشرعية لمزاولة مهامها على الأرض؟ وأيضا لماذا لا تقف أمام كل هذا العبث الذي يعني ذكرته منذ قليل؟ والله يا أخي الحكومة في حال ضعف، يعني هنا أطراف يعني أطراف حتى حاله الحكومة وعدم عودتها وعدم تطبيق الأوضاع، من إيش؟ عدم تمكين الحكومة من السيطرة على المناطق أو على بعض الحقول النفطية أو على المواني حتى إيش تعود إلى رأس الحكومة أو البنك. هاي مثل ما أفضل الأشياء الحكومة لا تستطيع أن تحرك حتى في مناطق محررة في عدن وغير عدن. نعم. يترك لا تستطيع الوضع أن يحمي نفسه أو يحرر في الشارع، فكيف يحمي المواطن نفسه؟ نعم. لذلك عدن يشوفوها علاقة بين الدولة الشرعية والتحالف ماشي غير واضحة. نعم، إذن غير متكافية. وضحت فكرتك، أشكرك عبدو محمد نعمان، كنت معنا من تعز. إذن مشاهدينا، هناك أيضا حول البث المباشر الخاص في القناة على فيسبوك هناك بعض التعليقات حول الموضوع. يعني هنا تعليق لي يعني منيرة التعزي يقول للأسف الحكومة تتحمل كل المسؤولية على فشل التحالف في اليمن. هنا منير يحمل الحكومة اليمنية. تعليق آخر لراجح حاج، راجح يقول عاصفة الحزم ضررها أكثر من نفعها، وبعد مرور 3 سنوات أصبحت أهدافها غير الأهداف التي جاءت من أجلها. بدر الحسني هنا تعليق آخر يقول بسبب أنهم يفرضون وصايا على الشعب اليمني والشعب اليمني يرفض هذا جملة وتفصيلا.
إذن مشاهدينا، هذه بعض التعليقات حول يعني وردت في البث المباشر الخاص في القناة. هنا نستعرض أيضا مادة أو يعني بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب حول الموضوع، نتابعها سويا. في اعتقادي أن أسباب فشل التحالف في استعادة الشرعية يعود إلى التحالف نفسه. هو يريد لمن أن يكون ذلك الرجل المريض، لا هو بميت ولا هو بحي. التحالف ليس لديه لا إرادة ولا إدارة لاستعادة الشرعية، وإلا ما الذي يجري في المناطق المحررة؟ ما الذي يجري في الجبهات المفتوحة منذ بداية الحرب وإلى الآن؟ لا تقدم يذكر. التحالف لا تنقصه الإمكانيات ولا تنقصه العتاد العسكري ولا تنقصه أيضا الجيش. إذن فما الذي يجري وما الذي يحصل في هذا البلد؟ هناك أجندات خاصة، هناك مصالح متضاربة في التحالف نفسه، والشرعية مغيبة ولا جديد في ذلك. كل ما فعله التحالف أعاد لنا آلاف المغتربين اليمنيين الذين كانوا يعولون أسرا كثيرة داخل البلد. والإمارات حالها لا يخفى على الجميع. إذن الجميع يسعى لمصالحه الخاصة، ومن مات من اليمنيين فلا بواكي له. فشل التحالف العربي في استعادة الشرعية في اليمن بعد 3 سنوات من هذه الحرب يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة وحقيقية لإنهاء مسألة هذه الحرب. هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيا قبل 3 سنوات مثلت فرصة سانحة لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية للعب بأريحية واستغلال الموقع الجغرافي الهام لليمن لصالحها. وإذا ما انتهت الحرب وعادت الشرعية إلى اليمن ستقلص الدور السعودي والإماراتي في اليمن، وبذلك ستفقد امتيازاتها التي كانت بدأت تبنيها منذ منتصف هذه الحرب. بالنسبة لوضع الشرعية، أعتقد أن هشاشتها وتسليمها لدفة الأمور من بداية الحرب كان السبب الرئيسي لجعلها في ربقة التحالف حتى الآن. وعدم عودتها إلى عدن ما هو إلا ترجمة واضحة للحالة المزرية التي وصلت إليها العلاقة بين التحالف معها كحليف وإلى مقوة. إذن مشاهدينا نستكمل في استقبال اتصالاتكم. معنا اتصال من الضالع أحمد الشامي. أحمد الشامي، مرحبا بك. مرحبا أخي شادي من عدن. أهلا بك من عدن. للتصحيح تمام، أحمد الشامي، يعني اليوم نتحدث عن يعني أداء التحالف بعد 3 أعوام، كيف تقيم هذا الأداء وهل استطاع تحقيق الأهداف التي يعني أعلن عنها قبل بداية عاصفة الحزم؟ أولا أحييك أخي شادي وأحييك طاقم قناة القيس. في البداية أهلا بك أحمد. نحن الآن ندخل على السنة الرابعة من عاصفة الحزم وإعادة الأمل. 3 سنوات مضت على الحرب في اليمن ولم تستطع قوات التحالف والشرعية حسم المعركة والتخلص من ميليشيات الحوثية. ليس بسبب قوة ميليشيات الحوثي ولا بضعف قوات التحالف، بل بسبب الانقسامات الحاصلة في داخل الشرعية والتي جعلت ميليشيات الحوثي تكتسب القوة نتيجة للانقسامات الحاصلة. نعم. كما أيضا أن هناك مآرب وأهداف أخرى غير تلك الأهداف التي تصرح بها قوات التحالف على وسائل الإعلام، وهي استعادة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة. هناك أهداف أخرى تريد أن تكسبها دول التحالف من نطالة الحرب، يعني لا يعقل أن يكون أن تستمر الحرب لهذه الفترة، بل أن هناك عجز كبير من قبل قوات التحالف في حسم المعركة نتيجة لقصور وعدم وجود النية الحقيقية لحسم هذه المعركة. نعم. طيب يعني ما هي الأهداف التي يعني لم تذكرها وهي يعني سبب لانحراف التحالف عن يعني تنفيذ أهدافه الأساسية التي أعلن عنها منذ البداية؟ دعونا نتكلم بكل صراحة وبكل مصداقية. نعم تفضل. الحرب في اليمن لم تحصل نتيجة من أجل استعادة الشرعية وعودة الرئيس هادي أو من أجل عودة مؤسسات الدولة منذ الوهلة الأولى. الحرب حصلت في اليمن نتيجة مصالح وتراكمات حصلت نتيجة
أحداث حصلت في حكومة الوفاق في 2013 عندما قامت حكومة الوفاق حكومة لاسنجوا بإلغاء قرار تأجير ميناء عدن من قبل دولة الإمارات. وكذلك القرار ولا السبب الثاني قيام الحرب، أنا أقول هذا السببين هو من وجهة نظري الشخصية. أيضا بسبب عندما تم أعلان حكومة الوفاق بأن هناك استكشافات نفطية في محافظة الجوف، هنا كان هنا تدخل التحالف. أيضا قام التحالف بزعزعة الأمن والاستقرار في صنعاء عن طريق دعمه الغير المباشر لميليشيات الحوثي عن طريق حليفها النظام السابق. نعم. ومن بعدها أتى الدور عاصفة الحزم، وكان يظهر في الإعلام بأنها من أجل إعادة الشرعية وإعادة مؤسسات الدولة، ولكن الواقع يثبت لنا غير ذلك. نعم. يعني ما فهمته منك أنه منذ الوهلة الأولى لم تكن هناك أهداف يعني تتعلق باستعادة الشرعية واستعادة الدولة التي انقلبت عليها الميليشيات، بينما هناك أهداف أخرى وتراكمات منذ 2013 كما ذكرت، لكن ألا تدرك الحكومة الشرعية كل هذا منذ البداية؟ ويعني لماذا لا تعود أو تحدد موقف مما يحدث حالياً؟ يا أخي أيضا نحن لا نقول يجب علينا أن نحمل الأخطاء على غيرنا، أيضا نحن هناك لدينا أخطاء كثيرة. مثلا الآن عندما نتكلم عن أن هناك 80% من المدن محررة تحت سيطرة الشرعية، فلا تستطيع الحكومة أن تمارس أعمالها. ما هي الأسباب؟ يعني لا أستطيع أن أقول لك أنه أسباب ونتيجة التحالف، لا، أيضا هناك قصور، قصور ناتج من الحكومة نفسها بسبب عدم وجود الحكومة كفاءات وطنية وممارسة الفساد الإداري داخل الحكومة نفسها. ومن ثم نستطيع أن نحمل دور التحالف والتي تريد أن تجعل من الحكومة عبارة عن حكومة مشلولة لا تستطيع العمل بشكل جيد، وعدم قدرتها على تنظيم إيرادات العمل الدولة ومنها إيرادات المواني. لكن بالنسبة للحكومة أحمد، هناك تصريح لوزير الخدمة المدنية يقول أنهم لا يستطيعون العودة. يعني هذا هو شأن سياسي، يجب عليه أن يكون هناك قوة سياسية وإرادة سياسية من الشرعية لمن يبقى في العودة بالكامل بإرادتها السياسية. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أحمد الشامي، كنت معنا من عدن. اتصال آخر من تعز، أحمد دبوان. أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية، ما تقييمك لأداء تحالف العربي في اليمن خلال 3 أعوام، يعني 3 الأعوام المنصرمة منذ أن أعلن عاصفة الحزم وأهدافها؟ يعني هل تحققت هذه الأهداف؟ أنا أعتبر أنه يعني التحالف في الأساس فشل ذريع، والواقع الموجود الآن في اليمن يفكر ذلك، هذا من ناحية. ولكن لا نحمل كل الأخطاء على التحالف فقط. أولاً وجدت شرعية، اكتسبت المشروعية من الشعب ولم تمتلك المشروع، وهذا هو سبب الإخفاق الحاصل. حكومة فاسدة، سلطة عاجزة لا تمتلك رؤية ولا تمتلك قرارها. وهذا هو كان السبب الرئيسي في فشل التحالف. التحالف أتى مساعد، عامل مساعد للشرعية، ولم يأتي تبقى الشرعية تابعة له. لو كانت الشرعية قوية وتمتلك قرارها كان التحالف سينجح، لأنه سيكون عامل مساعد. يعني ما فهمته منك سيد أحمد أن الشرعية هي من خذلت التحالف وليس العكس. ليست هي من خذلت التحالف بأمنه، ولكن هي لم تمتلك مشروع تقدمه للتحالف وعلى أساسه يتحرك التحالف. نعم. طيب، التحالف أيضا أعلن في البداية عن أهداف واضحة، يعني قطع اليد الإيرانية في اليمن. بالفعل. اسمعني، يعني قال قطع اليد الإيرانية في اليمن، استعادة الدولة وتحرير يعني البلد من الميليشيات. يعني اليوم يعني هناك كما يعلن 80% من الأراضي اليمنية باتت تحت سيطرة التحالف والشرعية، ومع ذلك الحكومة لا تستطيع العودة لمزاولة مهامها، بل هناك إخفاق كبير. يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أنا من وجهة نظري أرى
بانه عندما تفقد المشروع، عندما تفقد المشروع تصير جزء من مشاريع الاخرين، تمام. والشرعيه عندما فقدت المشروع صارت جزء تابع لمشروع التحالف، تمام. التحالف لم يقم بهذا الدور الذي يمارسه الان في الواقع. اذا كانت الشرعيه تمتلك المشروع والرؤيه والقرار، فكان ضعف الشرعيه وفسادها هو السبب الرئيسي الذي جعل التحالف يفشل ويخطئ وينحرف عن المسار. هناك انحراف عن المسار المعلن. نعم. واي تدخل خارجي لاعانه سلطه لم ياتي يعني بسواد عيون السلطه، ولكن لهم مآرب اخرى. نعم. لكن انت عندما تمتلك مشروعك يكون الاخر عامل مساعد لك وينفذ جزء من مشروعه هو الذي راه. نعم. لكن انت تركت له الارض المفتوحه وانسحبت انت انسحاب كلي، فبدأ يمارس بعض الممارسات التي نراها الان. جميل جميل، يعني كل ما ذكرته في فيما يخص الحكومه الشرعيه نتفق معك فيه. لكن والشيء الثاني الفشل هناك. نعم. كان اهداف معلنه واهداف غير معلنه. الاهداف المعلنه هي اعاده الشرعيه واعاده الحكومه. نعم. تمام. ولكن هناك اهداف غير معلنه وهي معروفه للجميع، انه اتوا لتكون اليمن حديقه خلفيه لهم. طيب يعني نحن متفقين في الكلام فيما يخص الحكومة، لكن التحالف، يعني دعنا نركز على الأهداف. منذ انطلقت عاصفة الحزم كان هناك أهداف واضحة معروفة محددة، هل ما زال التحالف يسير في خط هذه الأهداف أم أنه انحرف إلى أهداف أخرى؟ أنا قد قلت قبل قليل، قلت هناك انحراف. ما هي الأهداف التي انحرف في طريقها؟ الانحراف هو كان إعادة الشرعية، الآن صار طرد الشرعية، لأنه حتى المناطق المحررة صارت إقطاع يحكمها لا أقول بعض العصابات، ولكن بما يشبه المافيا. يعني كل منطقة معزولة عن الأخرى، كل منطقة له أو كل حارة له سلطتي. نعم. إذا غير قانونية يعني. نعم، إذن وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا. أحمد دبوان كنت معنا من تعز. متصل آخر، هشام الأبارة من السعودية، مرحبا بك سيد هشام. يا مرحبا، حياك الله، سلامك، كيف أموركم؟ أهلا بك سيد هشام. يعني في البداية، يعني ما تقييمك لأداء التحالف العربي بعد مرور 3 أعوام يعني على إعلان أهداف عاصفة الحزم؟ هل تحققت هذه الأهداف؟ قبل السؤال عن أهداف التحالف العربي، يفترض أنه يكون الجهة المخاطبة بدرجة الشرعية، المعركة التي قادتها الشرعية وطلبت من أجلها إثبات التحالف العربي، هل أنجزت مهامة ولا لا؟ التحالف العربي هو في حالة ثانية، حالة ثانية يتم الحديث عنها بعد أو الطرف بعد ما يتم توجيه الخطاب للشرعية، لأنه استمرار خطبة التحالف عن إلى أين وصلت المعركة، استمرار خطبة التحالف إلى أين، إلى ماذا تبقى من الأهداف، استمرار خطبة التحالف إلى كم تبقى من المعركة، هو إهمال وعدم اعتراف بالشرعية بدرجة أساسية. نعم. هو يعني بمعنى انه نحن نعطي التحالف اعتراف مطلق بسيادته على الشرعيه او بوقايته على الشرعيه، وبالتالي يصبح حينها خطابنا عن السياده مناقض لهذا الخطاب. لدينا سلطه شرعيه ممثله برئاسه الجمهوريه، نعم، حكومه الشرعيه، بقيه المؤسسات الدستوريه، هذه السلطه نحن نوجه اليها الخطاب بشكل مباشر، ونطالب منها هي تقييم أداء التحالف باعتبار أنها هي اللي طلبت شراكة هذا التحالف، أو هي الذي طلبت إسناد هذا التحالف، وعرض الطلب الذي قدمه عبد المنصر هادي للسعودية، المملكة العربية السعودية والدول الحلفاء لها،
جميل هشام، لكن يعني هذا فيما يخص الحكومة الشرعية يجب أن تقيم، ونتفق معك في هذا الجانب. لكن أنت كمواطن يعني مطلع على هذه الحرب منذ بدايتها، منذ أن أعلنت عاصفة الحزم، هل هذا التحالف ما زال في ذات السياق، سياق الأهداف التي أعلن عنها، أم أن الأهداف انحرفت؟ يعني كيف تقيم هذا الأمر؟ إذا قيمنا التحالف العربي من التصريحات الرسمية، بغض النظر عن التصريحات، يعني عن الأهداف نتحدث، الأهداف التي أعلن عنها منذ البداية، هل نفذت أم انحرف مسارها؟ الأهداف التي أعلن عنها منذ البداية، إحنا مخاطبة شرعية، إنه التحالف ليس حاكم إلا إذا كنا أتعامل معك حاكم بترضني بغير الخطاب. التحالف ليس حاكم، التحالف حالة عربية منشأة للجمهورية اليمنية في معركة مصيرية. التحالف ليس سلطة، ما هو سلطة انتداب ولا سلطة وصاية. لكن يا سيد هشام يعني أنت لو مطلع على الوضع بشكل جيد، يعني هنا الحكومة الشرعية مقيمة في الرياض ولا تستطيع العودة بسبب يعني ضغوطات من التحالف وأطراف التحالف، الرئيس الجمهورية لا يستطيع العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، انفلات في بعض المدن وقد حررت منذ عامين، جبهات عسكرية معطلة بالكامل يعني توجيه من التحالف العربي بعدم التقدم والتحرك، ماذا نسمي هذا الأمر؟ هذا اضطراب محتاج من يؤكده، نحتاج أن يخاطبنا رئيس الجمهورية عن ذلك، لأن إنني أنا أعتمد على الخطاب الذي تقدمه لي أنت، لا يعني الإصدار. أنا لا أحدثك عن خطابي، ولكن أنت كيف تنظر، أنت كمتابع للوضع، كمواطن يهمه أمر بلده، يعني كيف تنظر إلى الواقع، يعني كيف يعني تنظر إلى هذه الأحداث؟ هناك أهداف وانحرفت. الواقع بدرجة أساسية أن إحنا أمام سلطة غير ملتزمة بواجباتها ومسؤولياتها، اللي هي سلطة شرعية غير ملتزمة بالمعركة، يعني بأهمية خوض المعركة، هذه المعركة المصيرية بشرف ونزاهة. نحن نتحدث يعني للأسف أمام حالة سياسية حاكمة للبلد، لا يعني غير ملتزمة يعني بشرف قيادة المعركة، وبالتالي يعني يبحثوا عن خلافات فردية، نعم، وملطخين بالفساد، وغالبا الفاسد لا يقول لك الحقيقة، الفاسد لا يخبرك الحقيقة عن ما حدث، يذهب لاختراق 10,000 عذر لكنه لا يقول لك حقيقة ما حدث، وبالتالي أنا أتمنى أن يتم الحديث بشكل مباشر عن الشرعية، لأنه الحديث بشكل مباشر باتجاه التحالف هو اعتراف بالتحالف حالة حاكمة لليمن، وبالتالي نحن نخسر ما هامش السيادة الذي نحن يجب أن ناور عليه. نعم. لدينا سلطة شرعية. وضحت فكرتك سيد هشام. بدرجة أساسية يجب أن نخاطبها لنعرف حقيقة ما يحدث، حقيقة عدم استطاعة رئيس الجمهورية في العودة إلى المناطق الشرعية، وهذا هو ما عرفناه من تصريحات 2 وزراء قدم استقالتهم، أنه الرئيس لا يستطيع العودة. لماذا الرئيس لا يستطيع العودة؟ هل هنالك طرف في التحالف يعني لأنه أيضا قال أن الرئيس ليس محتجز، لكن لماذا لا يستطيع العودة؟ يجب أن نجد إجابة شافية لهذا السؤال، إنه هذا أهم سؤال يجب أن يجاوب عليه طرف حكومي أساسي، لأنه على عدم العودة ترتب كل هذا الفشل في إدارة المعركة. صحيح. من أجل هذا إنه لدينا هذه السلطة يجب أن تلتزم بمهامها الدستورية ومهام الوطنية الحالية، ويجب عليها أن تعمل بشكل متفاني وبشكل مخلص. نعم. إذن بالضبط وضحت فكرتك سيد هاشم الأبارة، كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك. متصل آخر من السعودية أيضا، قاسم الجعري. سيد قاسم مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية سيد قاسم، يعني ما تقييمك لأداء التحالف العربي بعد مرور 3 أعوام على انطلاق عاصفة الحزم؟ يعني هل استطاع تحقيق الأهداف التي أعلن عنها؟ والله التحالف العربي انحرف عن الأهداف التي دخل منها الجاء من أجلها، انحرف. وفي المناطق المحررة يقول 8% حرر، ولكن نشوف المناطق المحررة أنها عمل فوضى، عمل ميليشيات يعني مناطقية، ميليشيات يعني قروية، كل في دولة من دول التحالف اللي دخلت. نعم. يعني عمر دخلت مشان مصالح، ما جت مشان حاجات شرعية، عشان الكلام. طيب أنت ذكرت الانحراف باتجاه ماذا سيد قاسم؟
اتجاه يعني السيطرة على 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 الجهة الجنوب في المعظم الجنوبية، وخلاص كلام المناطق الجنوبية هذه اللي غضها محررة الآن في الداء تعمل ميليشيات مراهبة للشيوعية تضرب الشيوعية فيقوم ضد الحكومة الشيوعية. بالله عليك الدولة تحجز الراتب، الراتب لها ثلاث شهور محجوز في الميناء راتب الناس، أي شيء مثل هذا تحجز السفن في القابس من شهرين ما تدخل الميناء، تعطل الميناء عدن، تعطل كيف تكون التحركة مشان أيش؟ إن شاء الله هذه خاصة اللي عادة ما فهم شيء في محا دول التحالف عملت لها عناصر من أبناء اليمن من الجنوب عملت لها عناصر، عملوا الشرعية يعملوا فوضى، عملت لها حزام أمني، عملت لها يعني مجلس انتقالي، كل هذا مشان فوضى ابتزاز الشرعية. لما تقوم قومة تقول له قم، لما تجلس تقول له اجلس. طيب أين دور الشرعية من كل هذا الذي ذكرته؟ يا دور الشرعية سكتت الشرعية وكانت تتكلم، وكانت الشرعية ساكت تقول لك يعني ربما تتغير على الدولة في سلوكها، ربما تراجع، لكن زاد السير على الزبائن، زادت ما الآن الشرعية مش قادر تعود عدن، الرئيس مش قادر عدن. ليش؟ لأنها الأمارات حصل عدن، إذا ما يقدر يرجع عدن لأن الأمارات محتلة الآن، احتلال الآن، لا سجل احتلال، كل عصابات ما تقدر تتكلمنا بالأمارات. لا في حاكم دي بريطانيا رجعت أمارات، حاكم أماراتي هو اللي يقول عملوا كذا عمل كذا، الشرعية كلام فاضي. نعم. هذا اللي مع اللي هم الان يسمون انفسهم يعني مثل انتقالي مش عارف ايش، هم الامارات تقول لهم يعني عملوا كذا يعني رامين بالاحتلال. هذا لا، هذا التاريخ بيقول عنهم، التاريخ بيقول عنهم لعنه، هذا اللي يقول لهم مثل انتقالي. وضحت فكرتك، اشكرك جزيلا سيد قاسم الجعري، كنت معنا من السعوديه. متصل اخر عبد الله السفياني. عبد الله من اين؟ عبد الله سفيان من تعز، مرحبا بك عبد الله. حياك الله، مساء الخير. مساء النور، اهلا عبد الله. يعني بدايه، ما تقييمك لاداء التحالف العربي في اليمن خلال الثلاثه الاعوام المنصرمه؟ يعني التقييم من حيث اهداف عاصفه الحزم، هل حققت فعلا هذه الاهداف؟ الحقيقه يا اخي أن هذه الدول والممالك والإمارات من أمد بعيد وهي لا تريد استقرار لليمن. الأهداف المعلنة لاستعادة بها لدول التحالف في اليمن أنه إعادة الشرعية إلى اليمن لتعمل في اليمن، لكنها مضت سنوات لم تفعل شيئا، وخفت أهداف متباينة لسيادة التحالف شركة الجهود وضعت خارطة للطريق. فإذا فتمت على سبيل المثال على الهدف المعلن، على الهدف المعلن المتفق عليه مع الجانب اليمني اللي هو بالفلسطين الشرعية، فلتحقق هذا الهدف. نعم. طيب يعني الناس أو البعض يتساءل، يعني خطاب الشارع اليمني، وأنت واحد من أبناء اليمن، يعني كان قبل فترة يعني غير الخطاب اليوم، لماذا؟ تجاه التحالف تحديدا. يعني كنت قد سألتك، يعني لماذا تغير خطاب الشارع اليمني؟ يعني قبل فترة كان على شكل، واليوم تغير بشكل آخر تجاه التحالف العربي، لماذا؟ تغير لأنه لا لما يعلن عنه التحالف العربي لا يوجد، يعني لم يحققوا شيئا، لم أساءوا لليمنيين، أهانوا كرامة اليمنيين. فتغير خطاب الشارع اليمني، كان الشارع اليمني يعمل بدول التحالف أن تصنع شيئا لتحل المشكلة اليمنية، أن تخرج باليمن إلى بر الأمان، لكن لم يجدوا شيئا، لم يجدوا في الواقع إلا أن مشاكلهم تزداد كل يوم سوءا، المعاناة الإنسانية تزداد سوءا. نعم. الموظف بدون راتب، الذين يعانون الأمرين يعانون من إخوانهم دول التحالف العربي، ويعانون من إخوانهم في الداخل اليمني.
اللي هو الانتخابيه. نعم، إذا وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا عبد الله، كنت معنا من تعز. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات ونصل إلى ختام حلقة الليلة من برنامج المنصة. أشكر جميع الطاقم في الكنترول، وأيضا الشكر للزميل عمر النهمي معد ومنتج هذا البرنامج. وفي الختام تقبلوا تحياتي وحتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.